طمنيني، صرتي أحسن شوي؟ قلبي عم يحترق، حاسة كأنه في غصة جوات قلبي عم تخنقني. عذرا، خسرت ابني من قبل كمان، وجرحي لسه ما طاب يا بنتي. لازم نصبر وندعي لالله. للأسف مو طالع بإيدنا شي تاني، شو بدنا نعمل؟ ميليس؟ ميليس؟ حبيبتي بنتي، انتي منيحة؟ منيحة ستي، لا تشغلي بالك. ميليس، الحمد لله على سلامتك. ميليس، ما عم صدق بنتي، انشغل بالي عليكي. منيحة انك رجعتي لعندي حبيبة قلبي. وين كنتي يا روحي؟ خوفتيني عليك كثير. وين كنتي يا بنتي؟ وين اختفيتي؟ الحمد لله على السلامة بنتي. شغل بالنا كثير عليك. ميليس، يلا تعالي عدي. تعالي حبيبتي، ارتاحي هون بنتي. ميليس، حسيت قطعة من روحي راحت معك حبيبتي. وين كنتي؟ ليش هيك رحتي بنتي؟ سراب، خلي البنت ترتاح. الحمد لله على سلامتك ميليس. الحمد لله على سلامتك أنسة ميليس. حبيبتي ميليس، أكيد أنت جوعانة ما هيك؟ خليوني جهزوا لك شيء. ماني جوعانة. بدي روح على غرفتي بس. ميليس، انتي خايفة مني ميليس؟ معقول مفكرة اني انا بقدر اذي اختي الصغيرة؟ انشغل بالي عليكي كتير، خفت عليكي، عم تفهميني؟ اذا بيصير لك شي مو منيح انا مستعد اخرب الدنيا، اكيد بتعرفي هالشي حبيبتي ما هيك؟ إذا أختي بتروح من هون قلبي بينكسر، مستحيل أتحمل أخسرك، عم تفهمي؟ ميليس، أنا بحبك كثير أختي، إذا ما شفتك منيحة ما بقدر أكون منيح. أنا منيحة أخي، طمن، كثير منيحة. لا تخاف أبداً، ما رح تخسرني، رح أقول لك شو اللي صار. اتصلت بقدير وطلبت مساعدته، بس شو عمل؟ مسكني من إيدي ورجعني لهون غصب عني. يعني هو ما بده يعني، تركني وراح. انبسطه هو، خلاص تركني. هلا ما عاد في داعي تزعل اخي، ما تشغل بالك نهائيا، ما رح يصير اي شيء ما بدك اياه. انبسطوا كلياتكم، ما عاد في داعي تزعلوا من اي شيء بعد هلا. صار فيكن ترتاحوا، أنا رح أعيش مثل ما بدكن منيحة. ميليس بنتي، شو رأيك تروحي على غرفتك هلأ ترتاحي شوي حبيبتي؟ وقفي ميليس، مازال هيك عادي هون واسمعي الحكي اللي بدي قلك يا. يلا لو سمحتي. جينك ميليس تعبانة كتير، بتحكوا بعدين. عذراء، بدنا نحكي هلأ ونحل هالقصة بقى، عادي انتي كمان. في سبب واحد بس لكل اللي صار معنا، انه نحنا ما كنا صادقين مع بعض.
وكل واحد فينا عم يحاول يحل مشاكله لحاله، وهالشي أثر على كل واحد فينا مثل ما شفتوا. على كل حال أنا ما بدي أزعجكم زيادة بكلامي، كل واحد عم يحاول يحل أموره لحاله وما عم ياخد رأي غيره بأي شيء، وبعدها كلنا عم ندفع الثمن، وفوق كل هالشي عم كون أنا آخر واحد بيعرف. وانت هذا اللي عملتيه ميليس. بتتذكري وقت مرقت بفترة سيئة بحياتي؟ جيتي وقلتي لي أنا رح كون معك دائما يا أخي، بس شوفي حضرتك شو عملتي. يا أخي أنا، أنت ما كنتي صريحة معي ميليس. شوفي بعرف إنه بدك تحبي وترافقي، أكيد ما بقدر أمنعك عن هالشي أصلا، بس بقصة قدير بتختلف الأمور، لأني بعرفه كتير منيح لهالزلمة وبعرف طريقة تفكيره. أنا وثقت بهالزلمة وشغلته معي، ما هيك؟ أمنته على أختي واعتمدت عليه بكل شي ميليس. كان لازم يجي وقف قدامي ويخبرني بقصتكم بكل صراحة وما يتهرب بهالطريقة. وكمان أنت غلطتي لما ما حكيتي لي عن علاقتكم ومن بداية كل شي أختي. ما قدرنا نحكي لك أي شي جينك، أنت ما بتتقبل حكي حدا ودائما رأيك هو الصح وبس أخي. طيب ميليس أنتوا جربتوا تحكوا لي؟ جيتوا قلتوا لي شي عن علاقتكم وما قبلت أسمعكم؟ أخي أنا بعرفك كتير منيح وبعرف كيف بتفكر، بعرف كيف رح تتصرف وشو رح تكون ردة فعلك وقت تكون بهيك حالة ما بقى تسمع حدا. ولسه جاية تسألني ليش ما حكينا لك؟ جينك لوين رايح؟ جينك حامل هم كبير ست فريدة، أنا هلأ فهمت هالشي. ليش مو كلنا حاملين هالهم؟ إن شاء الله نقدر نتجاوز هالمشكلة بأسرع وقت. حبيبي استناني، ليش مستعجل هيك؟ عذراء انزلي من السيارة. لا ما رح انزل. عذراء بدي ابقى لحالي لو سمحتي. مستحيل اتركك لحالك وانت بهالحالة، عم تفهمني؟ وين ما كنت انا رح اجي معك. عم قلك ما رح انزل. بعرفك كتير منيح وبعرف كيف بتفكر، بعرف كيف رح تتصرف وشو رح تكون ردة فعلك وقت تكون بهيك حالة ما بقى تسمع حدا. ولسه جاية تسألني ليش ما حكينا لك؟ جينك سوق على مهلك لو سمحت. شوف نحنا ماشيين بسرعة كبيرة، ممكن تخفف السرعة شوي؟ جينك شو عم تعمل؟ انتبه شوي، انت كتير مستعجل، خفف السرعة. جينك انت شو اللي عم تعمله؟ جينك جنيت شي، كنا رح نعمل حادث. انت من مين عم تنتقم؟ من حالك ولا من عيلتك؟ شو صار لك؟ اهدى شوي لو سمحت.